أهلا بكم في فيديو جديد من مجموعة فيديوهات بوتروت، الفيديوهات اللي موجهة للناس اللي جاهزة إنها تمارس عملية اختراق كامل للنظام أو الناس اللي بتحضر لشهادة زي شهادة الـ OSP. الماشين بتاعت النهاردة عندنا اسمها CTF5، هتلاقوا الوصف بتاعها ورابط التحميل بتاعها في اللينك ده اللي هسيبه لكم في وصف الفيديو. يلا بينا نبتدي ونشوف هنشتغل الماشين دي إزاي. الماشين أوريدي أصلا اتاتشد عندي على الفيرتشوال ماشين، يلا بينا نبتدي معاها. اول حاجه بنحب نعملها ان احنا نعرف الاي بي ادرس بتاع الماشين ايه، فهنستخدم نت ديسكفر ماينس ار في الرينج بتاع النتورك عندي سلاش 24، نسيبه يشتغل. ماشي، طلع كده اي بي ادرس اهو، هو ده. عشان ما ننساهوش خلينا نحطه في فايل، هنقول له ايكو يوديه على PDF فايل. كده حطيناه خلاص هناك. طيب اول حاجة نعملها بعد كده عايزين نعرف السيرفيس اللي انيبل على الماشين دي، يبقى sudo nmap ماينس اس اس عشان يجيب كل التفاصيل اللي على الماشين، اوبريتنج سيستم وفيرجنز بتاعت سوفت وير وكل حاجه. وهنودي الفايل ده على الاوتبوت، نوديه برده على فايل تاني عشان نبقى شايفين على الشاشه وعندنا فايل لو حبينا ندور على حاجه فيه بعد كده. نسيبه يشتغل. الماب بياخد شوية وقت صغيرين، ممكن نبص كده نشوف الأخبار إيه هنا. الماب لسه مطلعش حاجة خالص، طالما الدنيا كده ده يدوب بس البانر بتاع الماب في الأول خالص، ال 64 بت في الأول، 64 بايت. طيب هو الماب يعني هياخد له مثلا حوالي دقيقة دقيقتين، هيطلع لنا المفروض كل ال سيرفرز او سيرفيسز الانيبلد على الماشين دي بالفيرجنز بتاعتها بكل البورتس اللي انيبلد عليها عشان نقدر نشوف فين الفارنربيليتيز، فين النقط اللي ممكن ناتاك منها على الماشين ونعرف نوصل ل يوزر ناكسس بيه على الماشين وبعد كده منه نبتدي ندور على الروت اكسس. عايزين بس نتاكد ان الماشين لسه ما وقعتش مننا. السقف اوكي، ما بطلعش حاجة لسه. انماب طلع الريزلتس بتاعته اهو، تعال نقرا كده الريزلتس اللي في انماب. سيرفيس انيبلد على الانماب، لقينا عندنا SSH بورت 22، OpenSSH فيرجن 4.7، عندنا كمان 25 ده SMTP ميل على سند ميل فيرجن 8.14، عندنا كمان بورت 80، عندنا HTTP على أباتشي وقايل إن هو على فيدورا. ماشي 80 أهو، عندنا 110 ده برضو بتاع الميل بوب 3 بوست اوفيس بروتوكول، وعندنا 111 ده ار بي سي ماشي ريموت بروسيجر كول، وعندنا ايه تاني، عندنا 139 ده نت بايس سامبا، في سامبا شير على المشين دي، وفي اي ماب برضو ده بتاع ميل، وعندنا 445 ده نت بايس برضو للسامبا، جروب سيرفر بتاع السامبا موجود على 901 عشان الكونفيجريشن، وعندنا ماي سيكويل فيرجن 5.0.45 على بورت 3306. طيب عندنا سيرفيس كتيرة جدا، في حاجات كتيرة جدا تهمنا ان احنا نعمل اتاك عليها، يمكن اهمها ال HTTP وال SSH وماي سيكويل غالبا، وممكن السامبا برضه. طيب خلينا نقول ده ويب سيرفر، عايزين نشوف ايه الفرنابلز الموجودة على الويب سيرفر ده، فتعال نجرب نكتب
اتش عايزين برضه نرمي الاوتبوت ده على فايل عشان ما يضيعش مننا، ونسيب ده يشتغل ونبتدي احنا نبراوز الماشين. عندنا ايه على الماشين؟ طيب ده بتاع شركة اسمها فيك اورجانيزيشن، هي كانت مكتوبة ازاي؟ هوم بيج بتاعتها اهو بيحكي عنها اباوت، شركة عمرها سنة 97. البلوج بتاعتهم الهوم بتاعت البلوج، الكونتاكت لو انت عايز تعمل كونتاكت حد فيهم، و الانفو بتاعت الشركة تاني. طيب نرجع البلوج، ميل سيرفر ولوجن ميل، دي لوجن بيج بتاعت الميل ممكن تكون مهمة بالنسبة لنا، وعندنا لوجن بتاع البلوج اوكي، وعندنا حاجة بتقول ان البلوج دي اصلا راننج على حاجة اسمها نانو سي ام اس. طيب ايه نانو سي ام اس ده؟ تعال نشوف، لينك مش شغالة، ده حاجة كانت قديمة. طيب هو نانو سي ام اس ده حاجة كونتينت مانجمنت سيستم، كان موجود ومعروف له شوية فرنابيلتيز هنتكلم عليها واحنا شغالين. طيب نكتو طلع حاجة ولا لسه؟ نكتو طلع حاجات كتير. لا ايه، انا بحب ادور برضو على لو في روبوتس فايل. ايه عندي ده؟ هنشوف عندي ده ايه. طيب ما فيش روبوتس فايل على الماشين دي. طيب اوكي، طيب نكتو طلع ايه؟ اباتشي على فيدور. لا بتاع بتجري مني. طيب ثانية واحدة، نعمل حاجة لطيفة جدا كلير، وتعالى نقول له كات دي صفحة صفحة ماشي. طيب ده البروسيس بتاعت الجيت اوكي، وادي شوية فرنربيلتيز موجودة في ريموت فايل انكلوجن، يعني ممكن نشوف اصلا الفايلز اللي موجوده لوكال او ريموت فايل انكلوجن، ممكن نشوف الفايلز وممكن نابلود فايلز كده جميل. وفي عندك هنا بي اتش بي ادمن، دي بتاعت ماي سيكوال. طيب دي الحاجات اللي ممكن نشوفها. طيب تعالى كده نجرب القصه بتاعت الريموت فايل انكلوجن دي، دي كانت موجوده على ايه؟ على اندكس بي اتش بي اوكي. نرجع للهوم كده ونشوف. طب انا لو غيرت دي وحاولت ابص على حاجه جوه الماشين، تعال نجرب نبص على حاجه جوه الماشين كده. طيب أول حاجة بنحاول نبص عليها نشوف إيه الباس دبليو دي. اشتغلتش بس عطتني ايرور، الايرور بيقول إن هو ما عرفش يوصل للباس دبليو دي، باس دبليو دي دوت بي اتش بي. طب أنا مش عايز البي اتش بي، طب أنا ممكن أخلص من القصة دي. أنا لو قلت له أنا عايز أحط هنا الفاليو وجاب لي الكونتينتس بتاعت الباس دبليو بي، باس دبليو دي سوري، دول اليوزرز على الماشين. اعتقد دي ممكن تكون افكتيف بالنسبه لي. كل اليوزرز فاين واحد فاين واحد. من هنا جوه مين؟ طيب انا عايز ارتب ده عشان اشوفه كويس. بس
عايز اجرب حاجه كده اشوف ممكن تكون افكتيف اسرع من اللي بعمله ده. قلت له هنا كنترول سي وتعريف تيرمينال تاني، قلت له دبليو جيت جميل جدا. ثانك يو. ادي كده الباس دبليو دي كله موجود قدامي باليوزرز اللي عليه. عندي يوزرز ايه؟ عندي الحاجات اللي هي باش، باتريك، جينيفر، اندي، نورين، ايمي، وفي ماي سيكول ماشي، وفي كريس. دي اليوزرز اللي ليها اكسس على الماشين. طيب اللي هي هتنفعنا كمان شويه. جبنا اليوزرز، طيب عايزين نشوف ازاي هنتاك الماشين دي او ازاي نكسبلويت الفولنربيلتيز اللي عليها. من الـ vulnerabilities الموجودة على الماشين دي قلنا في عندنا الـ CMS اللي هو الـ File Management System، كان اسمه إيه؟ كان اسمه نانو CMS. طيب نانو CMS ده المفروض إن كان في عنده vulnerability إن هو بيحط الـ configuration بتاعته على أو الـ password، سوري الـ password بتاعت الأدمن، بيحطها في فايل على السيستم. الكلام ده كان موجود في بلوج، هسيب لكم اللينك بتاعت البلوج برضو او اللينك بتاع البوست اللي بيحكي القصه دي كلها، بس كان الداتا دي موجوده في سلاش داتا سلاش بيجز داتا دوت تكست. ده موجود في كل الداتا او الهاشز بتاعت الاكونتس اللي موجوده على الماشين. طيب تعالى برضو هنجيت الفايل ده، جميل جدا. كات بيجز داتا، ادي كل القصه كلها. عندي يوزر نيم ادمن والباسورد بتاعته اهي، الهاش بتاعت الباسورد بتاعت الراجل ده. تعالى كده عايزين نكراك الباسورد دي. اول حاجه خالص عايزين نعرف الهاش دي نوعها ايه. هاش ايدنتيفاير هيساعدنا في القصه دي. most probably دي MD5 هاش. جميل جدا. طيب يبقى احنا عايزين نطلع من هنا خلاص ونقول له هاش get MSA3 minus M0 عشان MD5، وادي الهاش والتاكس بتاعت الهاش كانت كلها. هسيب لكم برضو الفيديو بتاعها في الكورنر اليمين فوق، ممكن تخشوا عليه وتشوفوا الاتاكس بتاعت الهاش كات بتتعمل ازاي. وخلينا نشوف هيكراك الباسورد دي في قد ايه ويطلعها ولا مش عارف يطلعها. احنا ممكن نعملها كده وممكن نجرب نشوف حاجه اتاك اونلاين، بس هو الراجل يعني نشوف كده هتطول ولا مش هتطول. احنا بنجرب 6 كاركتر اهو. لو ما عداش لو 6 كاركتر ما جابتش نبص ايه على حاجه اونلاين ده. وانا بعد ما يخلص احنا ممكن نفتح مثلا ايه الحاجات المشهورة اللي بتكراك من MD5 هاشز. جابها اهو، واضح ان هي من الهاشز المشهورة. ممكن ناخدها كده سوري كنترول سي، وممكن نشوف ده خلص ولا لا. اهو برضو ده هاش كات جابها نفس الريزلت. جميل جدا. تعالى نكتب في نوتس عايزين يوزر ادمن
ده وديه على بي اف 5 نوتس، ممكن برضو كده. انا بقى عندي الاي بي ادرس وعندي يوزر نيم وباسورد. يلا بينا نحاول نكونكت على الماشين. اهو ادمن والباسورد معانا، المفروض هي في الميموري. اوكي وي لوجد ان. احنا دلوقتي ادمن على الكونتينت مانجمنت سيرفر ده او سيستم. عندنا البيجز الموجودة وممكن نأد نيو بيج. طب احنا لو عملنا أد نيو بيج احنا ممكن اوريدي نجرب ان احنا نعمل ريفيرتشال. في ريفيرتشال انا بستخدمه اللي موجود في كان فين؟ بنتست مونكي، ممكن نجرب نداونلوده ونشتغل بيه. هو ده كده دي الداونلود لينك بتاعته. ماشي نقول بس داونلود اهو. تمام جميل، عايزين اكستراكتو. ده تار جي زد، يبقى نعم فين نحاول نطور. ماشي اوكي كده فكنا خلاص. فممكن نفك الطيارة على طول. ما علينا. سي دي اتش بي اوكي اس ناقص اي ال. ادي السكريبت اهو، عايزين نأدت في السكريبت ده الاي بي ادرس اللي هنكونكت عليه والبورت اللي هنكونكت عليه. اول حاجه انا عايز الاي بي ادرس بتاعي. انا اصلا هنا كام؟ الاي بي ادرس بتاعي 131. اوكي يبقى عايزين نانو الـ IP address هنا. الـ port هنخليه اوكي ماشي. نتشيك كده بس هنطلع ايه. ادي الاي بي ادرس مظبوط والبورت 5 4 جدا. ونفتح بقى ان سي بي 5 4 في مفتوح هنا بقى. وتعالى هنا ده مش عايزينه خلاص. انا نسيت حاجة ممكن تترمي دي. شايفين ده؟ عايزين نقول له ده اسم بره
اتش بي اتش بي ده السكريبت كله اهو. لا مش لازم كده. وتعالى نحطه هنا. ايه الكلام ده؟ ناخدها بطريقة تانية. ادي السكريبت مقفول اهو ومن بدايته تمام جدا، وهنسميه مثلا ايه شير. اوكي البيج وريني كده، بيج اديت خلاص، بيج اوبشنز ونكونكت على البيج دي. وريني الريفرس شيل بتاعنا، بس احنا كده كونكتد خلاص، فتحنا الريفرس شيل على الماشين اهو. طيب هو ام اي انا داخل بيوزر اباتش، اتليست انا ليا يوزر على الماشين، انا دلوقتي كونكت على الماشين. طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نشوف بقى ايه اليوزرز على الماشين دول. كان عندنا لسه اليوزرز اللي كانت موجودة في الفايل اللي احنا عملناه داونلود. ده عندنا مين؟ عندنا باتريك، نبتدي باتريك. تعال نشوف هو متأثر فيها ايه. هو فيها ايمي واندي وجينيفر ونورين وباتريك. اوكي تعال نشوف واحد واحد. إني ده اكونت ليه ما دخلش قبل كده خالص. طيب بعد إني في عندي عندي اكونت دخل وليه بروفايل موجود على الماشين اهو. طيب عندنا ايه داش هيستوري ممكن نبص فيه نشوف المواجهة بيستخدمها. طيب تعالى كده نبص، بس هو الاكسس ايه؟ احنا ملناش اكسس على كل الفايلز دي، لان دي كلها باليوزر بتاعي عندي. بس ممكن يكون فيها حاجة تريد لينا. طب تعالى نجرب كده سلاش هوم سلاش انزي. بس مش بقى مش بقى مش سكول هيستوري نفس الزمن بالمشن. طب جميل، عندنا ايه تاني كان في الهوم؟ فاحنا كده جربنا ايمي واندي، عايزين نجرب جينيفر.
اوكي ما فيش حاجة باينة لسه. ماشي طيب، ممكن نشوف مثلا الدوكيمنت او الديسكتوب فيهم او داونلودز فيهم ايه. مش حاجة. طيب تاني. مش فاضي. يعني القصة إن إحنا بنحاول نشوف بقى إيه أي سكة دخلنا جوه حاجة جوه الماشين، يعني نجيب أي معلومات من جوه الماشين إحنا جوه دلوقتي. داونلودز، نجرب داونلودز كده. فاضي برضه. طيب يعني نشوف عندنا إيه غير جينيفر. عندنا لورين وباتريك. تعال نجرب لورين. نفس القصة برضو، هي البيزك بروفايل فايلز مش حاجة. نجرب باتريك. باتريك عنده حاجات مختلفة. باتريك كده عنده مثلا في تيست التكس ده، بس ده زيرو وبالبروفايل بتاعه يعني فضح حاجات كتيرة جدا. في درافتس، في حاجة اسمها تومبوي، تومبوي لوج. طيب تعالى نشوف تومبوي ده فيه ايه. تومبوي دايركتوري. طب نشوف اللوج الأول. اللوج بيقول ايه؟ نوت مانجر. ده نوت مانجر created by with نوت بلس. ماشي، يعني كل النوتس موجودة في سلاش هوم سلاش باتريك سلاش تومبوي. يعني النوتس بتاعت باتريك هتبقى موجودة جوه دوت تومبوي ده. طيب تعالى نخش نشوف بقى جوه النوتس دي في ايه. ده مش اكتر من لوج. عامل تقريبا كذا نوت، عامل لحد نوت 3. ايه ده؟ يمين النوت فروم يو نوت تو روت باسورد سيفنج روت باسورد ريني. هو عامل رينيمينج النوت، عامل نوت اسمها روت باسورد سيفنج ريكويرمنت سيشن. طب تعال نشوف جوه في ايه. يبقى سي دي سلاش هوم سلاش باتريك سلاش دوت كوم بوي. انا فين؟ انا جوه بوي. تعال وريني عندك ايه. عندك نوت 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 ثلاثة نوتس اهم. خمسة 2012، خمسة ديسمبر دول 2009. دي هتبقى نوت تلاتة، دي آخر نوت غالبا. طيب تعال اقرا كات. جميل.
دي بداية النوتة اهو. ماشي روت باسورد، ايوه هي دي الروت باسورد، دي اللي غير لها النيم، روت باسورد 50 سنت، ادي الروت باسورد بتاعتنا اهي، كوبي سيلكشن. طيب تعالى بقى نجرب ان احنا نكتب الروت باسورد دي على الماشين ونشوف هيطلع علينا ايه. تعالى كده اس اس اتش روت ات رايبين ماشين اهو. انا عايز، تمام اوكي، عايز الباسورد 50 دولار ساين سنت لوجد ان روت ات لوكال هوست ماي اهو يو نيم ماينس ايه، ادي الماشين اهي كده، وي جين روت اكسس على الماشين. قدرنا ان احنا بان احنا عملنا اكسبلويتيشن ل فارنربيلتي باي فارنربيلتي. اول حاجه لقينا الريموت فايل او لوكال فايل اكسكلوجر، لقينا جواها الفايل بتاع الباس دبليو دي، ممكن ما يكونش فادنا قوي بس يعني شفنا ازاي ممكن غلطه زي دي تطلع لنا اليوزرز اللي جوه الماشين بالشيلز اللي هم كونكتد عليها، حاجات كتيره جدا. لقينا الفرنلابيلتي اللي موجوده في الكونتينت مانجمنت سيستم اللي كانوا شغالين بيه، هي اللي دخلتنا على السيستم بان احنا عملنا عليها ريفرس شيل. اول حاجه دي بيسيبوا الباسورد فايل بتاع او الهاش بتاعت اللوكال ادمن او الادمن بتاع الكونتينت مانجمنت سيستم، كانت سيفد على السيرفر ذاته هاشت ام دي 5، وهم اوريدي كانوا عاملين باسورد ضعيفه، فكذا غلطه موجودين مع بعض. عملنا كراك للباسورد، قدرنا ان احنا نابلود شيل، فتحنا ريموت شيل، دخلنا على الماشين، الراجل كان مسيف الروت ادمن الروت باسورد بتاعت الماشين او بتاع السيرفر على نوت لوكالي على الماشين، قدرنا نكسبلويت الفرنربيلتي دي ودخلنا على الماشين وجين اروت اكسس على الماشين. شفنا سي تي اف 5 وكنا قبل كده شفنا سي تي اف 4. ان شاء الله اشوفكم المره الجايه مع ماشين جديده وبوت روت. شكرا واشوفكم المره الجايه باذن الله.